عايزك على حوار على جنب كده يا ساكت بعد اذنك. خير ان شاء الله. خالتي بتصبح عليك. صديقي العزيز من جاوي، ماذا تريد وعمت صباحا قبل اي شيء؟ عاوز عمود وسلخه يا ساكت. صحقا لك، اتريد عمود وسلخه؟ وما فائده السلخه بجانب العمود؟ عشان نستكيف الاصطباح على ساكس. الاصطباح بالنسبة لك أمر غاية في الأهمية ومفيدة جدا بالنسبة في مثل هذه الأيام. طبعا، بس اوعى تكون لايحة ولا فيستك. صديقي، أتقول هذا للساكس؟ تسلم. ماذا تريد مني ثانية يا صديقي العزيز؟ تسلم كده يا عناب قوي يا صاحبي. شقي شقي واخويا، شقي واخويا بالزمان. وأنت أقصر من أخي. حبيبي، وقف عندك يا ساكس. إنني لم أتحرك قط سيدي الضابط. فتشوه. لن تجدوا شيئا. لن تجدوا شيئا. وعهد الله يا باشا لما قتلته، والله العظيم ثلاثة اللي بريء، هو اللي انتحر يا باشا. أنت بتقول إيه؟ أنت سارب حاجة ولا إيه؟ يا باشا طب والمصحف ما سرقتوش، أنا دخلت الشقة، لقيت الخزنة مفتوحة وهو اللي انتحر. سيدي الضابط، من الممكن أن أتحدث إليك بضعة من الوقت؟ في هذه الشقة يسكن تاجر مخدرات مشهور جدا، وهو أيضا يقوم بتخبئة المخدرات في تلك الشقة في هذه البلكونة. إذا أردت أن تقبض عليه فلا مانع عندي. الله يخرب بيت أهلك يا ساكس، دخل لي يلا. أقول لك على حاجة يا باشا، الراجل ده عمته فاتحة شقة على مؤوسهم كده ومدوراها ومعاها زنية مشاوير وصناعة حركات وتيسير رايح جاي. منك لله يا ساكس، فعلا الدنيا اللي ملهاش عايزة الصحافة أجازة. لن يصدقك، سيد الضابط، لقد تم القبض على عمتي منذ 5 سنوات وأنت من قمت بالقبض عليها. خش يا تو كده يا ساكس كده. ده انا سعيد بنجول اشتكت منه القهاوي يا ساكس، ودخلي عمرو برشام ان شاء الله ربنا هيجيبه بالسلامه. منك لله يا ساكس، اشوف بيك يوم يا اخي. حرام عليك يا ساكس، لقد تم القبض على الخال. سيب ده وخد ده، خد ده ده ده. منك لله يا ساكس، جت سليمه المره دي، ولو ان الاخباريه كانت عليك. سيد الضابط، الساكس في خدمه الحكومه والشعب وجميع المواطنين. انت بتتكلم كده ليه؟ ما تتكلم زينا يعني. لقد ولدتني امي في شارع جامعه الدول العربيه بجوار فرغلي، ومنذ ذلك الحين وانا اتحدث تلك اللغه واحبها واجيدها واعتز بها ايضا. لا انت ربنا معاك بقى. سوف افتقدك ايها الخال، سوف افتقدك يا منجاوي، حبيبي يا منجاوي. من هذه السحنة القادمة علي؟ ما تلك هذه السحنة التي تتقدم إلي؟ صديقي زين، سبع الليل، شرفت يا زين، شرفت يا زين. زي ما أنت يا صاحبي. صديقي، عايزك في مهمة. السلام عليكم عم زين. ازيك عم زين؟ خنو. عامل ايه؟ وإيه الأخبار يا ريس؟ ازيك يا خنو؟ ازيك عم ساكس؟ خنو هو من قام بالتبليغ عني. مالك يا جدع؟ يتم القبض علي؟ مالك يا جدع في ايه؟ انت هتقلب فيها ريتشارد قلب الاسد؟ مش احنا متفقين على كده؟ متفقين على كده؟ اي نعم. انت متفق تبلغ عنه؟ اي نعم. حتى بعد ان يتم القبض علي ندخل نحن ونسرق هذه الشقه. هو ده الكلام. مملوءه بالخيرات. زي ما انت خنو. اقول لكم ايه؟ انا عايزكم معايا في مهمه. امرك يا رئاسة. اذا فلنذهب الى هناك. سوف نقتص منها اشياء ثمينه. وحشتوني يا اولاد الايه؟ حبيبي عم زين. هيا بنا الى الجحيم. هيا بنا. تبا لكم. هو يعني ايه تخطيط شهر يا باشا النبع؟ السلام عليكم. وعليكم. هو فين الدكتور لو سمحت؟ الدكتور فين؟ انت بتكلم فن تكييف يا عم انت ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا سيدي. صدق عيب عليك. يا عم عيب عليك. اسمع تعبان بس ومحتاج اخد البانه دي ضروري. فين دي؟ قصه البنطلون متضير يا فندم. قصه البنطلون متضير. طب حضرتك بتعرف تدي حقن؟ طيب استغفر الله العظيم يا رب، انت من ساعه ما دخلت يا عم انت عمال تنقط في الغلط. لا اله الا الله. لا مؤاخذه، انت فاكر نفسك بتكلم فن التكييف ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا عم. تصدق عيب عليك يا عم، عيب عليك. ماشي. استناني هنا اخرج اجيب السرنجه واجي. ماشي يا فندم. ايه يا عم مفيش بتخر دم؟ انت بتعرف تدي حقن ولا انت فن التكييف انت ولا انت ايه؟ يا عم عيب عليك، عيب عليك. هات الحقنه بس. امسك يا صاحبي اديني الحقنه بسرعه. طب هات حقنه. طيب عندك واحده تحت. هات ايه؟ خد
يلا يا عم. يا سيدي لحظة. على ان عم شكلك فني تكييف. يا عم انت شايفني بلعب لحظة يا عم. حبيبي. طب ما تسلف البنطلون وتتضايق. يلا يا ظريف. حاضر. تسلم ايدك يا صاحبي. العفو. تسلم ايدك يابا. وعدي مين ده؟ لا لا الا الله. وتسبيكه العشرة دول اللي تقعد لازم اعمل معاك الصحه واعمل معاك احلى واجب. ربنا يخليك يا سيدي. امسك يا صاحبي. ايه ده؟ ده الهلال الاحمر يا فندم. برشامه الهلال الاحمر. هلال ايه يا فندم؟ الصليب الاحمر. صليب ايه يا فندم؟ تبع الاحرار ولا ايه؟ لا من الظرفاء خفيف. طب يا سيدي انت فاكر نفسك بتكلم فن تكييف ولا ايه؟ مؤاخذه يا سيدي. امسك يابا. لا شكرا يا فندم مش عايز. يا عمي في ايه واحد؟ يا سيدي ما باخدوش شغل. لا اله الا الله. طب مش عشانك عشان رشا. رشا مين؟ وكمان بتجيب سيره رشا على لسانك؟ ما تحترم نفسك يا عم انت. يا سيدي لا مؤاخذه. طب امسك خلص يا سيدي. مسكنا. انت فاكر انت فاكرني فن التكييف ولا ايه يا عم؟ خد منه ثلاث مرات في اليوم. بتعمل ايه يا ليف؟ الواد ده الدكتور جاي يبيع للست رمضان. ايه ده؟ عمال اقول له ما ينفعش يا عم ما ينفعش. عمال يقول له عشان راسه. راسه مين يا عم انت؟ انت بتقول ايه اللي تعالى لي بقى انت كده؟ ايه ده؟ ايه يا فندم؟ الدكتور وصفه لي يا فندم. قال لي وايه دي كمان؟ مش انت الدكتور كتبها لي؟ دو ايه؟ دكتور. مفيش دكتور. مفيش غير هما ثلاث دكاتره. مجدي يعقوب سيبته ياكل عيش. أه. والدكتور ربيع في الكبير قوي والعبد لله. ماشي. الدكتور ايه؟ الدكتور حورس. حورس. الدكتور ايه؟ دكتور حورس. قول ورايا تاني. حورس. ايه؟ حورس. برافو عليك. ماشي يا سيدي. اتكل على الله. انت بقى تعالى لي بقى انت كده. ايه يا ريفو؟ تصدق يعني انت يا دكتور بتقل منه قدام الشباب بتاع الترامادول؟ تصدق عيب عليك؟ بص يا ريفو انا من ساعه ما اتخرجت من معهد لاسلكي قالوا لي يا ده انت نبذه. قالوا لي ايه؟ بذره. نبذه. نبذه. قول تاني ورايا. قالوا لي ايه؟ نبذه. برافو عليك. علشان كده مش هتتمخمض. عشان كده مش هتت ايه؟ مخمض. مش هتتمخمض. اعمل اللي انا عايزه واشتغل في اللي انا عايزه. فاهم؟ فاهم. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. وبعدين يا ريفو يا ريفو لما يجي لك حد يا حبيبي يبقى معاه ايه؟ يبقى معاه اوشته. معاه ايه؟ اوشته. اوشته. ما بتعرفش انجليزي ياض ولا ايه؟ اوشته. قول ورايا. اوشتة. 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 طيب شاطر يا حبيبي. تروح بقى لحد بيتكوا وتقعد تحفظ ده. تقول ورايا. اوشتة. 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 قول هنا عادي. اوشتة. وسبعة. اوشتة. صديقي ريفو ماذا بك يا صديقي؟ الحقنة يا ريس. نار ابيض يا رجالة. ازيك يا ريفو؟ الريس زين. عم الساكس. الله يا عم خنه. يا كريم نار ابيض يا رجاله. فلتصمت قليلا. السيد زين يريدنا معه في مهمه خاصه. قادم ام الدور القادم؟ يعني انا عمال اقول لك نار ابيض ونار فل وانت تقول لي قادم ولا مش قادم؟ صدق عيب عليك. قادم. قادم وش؟ حبيبي. حبيبي. اذا فلنذهب الى صديق العزيز الذي لن استغنى عنه ابدا، المترجم الخاص لي الرونز. يوه بقول لك ايه يا عم ساكس؟ الواد ده خليق وانا ما بحبوش. بلاش الله يكرمك. بس بقول لك ايه؟ شربات. انت شايف كده؟ وش؟ ماشي. بس عيل خنيق. ايه يا عم خنق انت عملت له اي اللي ايه؟ ايه؟ راح الجزيره وجه. يا عم انت عارف ده عايز يجيب مين؟ مين؟ هدوس بنزين، عايز يجيب الرونز. لا ما يجيش يا ريس. فلنصمت قليلا. تكلم صديقي زي. خلاص بقى خنه. نجيبه معانا بقى وخلاص. خلاص عشان خاطر الريس. بس عيل خنيق. بس شربات. انت شايف كده؟ وش؟ ماشي. وانزل يا جميل في الساحة واتمشى كده بالراحة. أنا قد عينيك مع إني نظرة عينيك تفاح. حبيبي إيه يا عم؟ اتأخرت ليه يا عم؟ اتفضل يا عم. إيه؟ مفيش بس المحور كان واقف. آه معلش. هاجي أحس العود ولا إيه؟ يا حبيبي بص أهم عقد. امسك كده دي الأول. إيه البتاع ده؟ معرفش والله. واحد أبيض وواحد أبيض، تختار إيه؟ الابيض طبعا. يا لعيب انا عبيط ولا ايه؟ كنت عارف ان انت هتعمل كده. خبيث يا ولد. امسك كده اتفضل. امضي. لا هديه الاول عشان تعرف. انت اللي بتاع اللي مش عارفينه ده. اهو امضي ولا ابصم؟ والله على حسب انت تعليمك ايه. يبقى امضي احسن. تبقى في سنه ثالثه. عبدو الرخم. حبيبي يا رخم. ماشي يا رخم. فين المفتاح بقى؟ مفتاح ايه؟ مفتاح شقه. لا يا حبيبي الفلوس. عايز تضحك عليا؟ خبيث مش عليا انا يا بابا. لا لا خبيث ولا جمعه. انت المره اللي فاتت خدت فلوس تاخد مني تاني ولا ايه؟ يا لئيم ما بتنساش حاجه ابدا. لا بص هو واحد بس يعني. حلال عليك والله. ربنا يكرمك. تسلم. ها الشقه فين بقى؟ بص ان هو في الدور الثالث. ان هو في الدور الثالث. انا في الشقه 5. ماشي. بص قول لي بقى ام محمد تجيب. يلا نظرة عينيك ده. والله صباح الفل. اهلا اهلا وسهلا يا حبيبي. اتفضل يا بابا. وراك ايه؟ عايز شقه يومين بس. يومين بس حبيبي. بص هم يومين وانت معايا عقدين ما شاء الله. في واحد ابيض وواحد ابيض. تاخد ايه؟ هاخد العقد الابيض طبعا. خبيث برضو؟ خبيث؟
بص كده، انت تمسك ده كده وتمضيلي على العقد ده. بس انا ببصم حبيبي، سهله ومش مستاهله ايدك. يلا يا بابا تمضيلي هنا. ايه يا عم العقد اللي ما بتمضي عليه قبل كده يا عم؟ حبيبي سهله ومش مستاهله كده، يبقى مش مهم. ايوه زي الفل. عبد الرخم حبيبي يا رخم، والله اي حاجه. بص اللي يطلع من والله يعني انت مرزق. بص انت لسه قابض؟ اه طب خلي والله اي حاجه اللي هيقول لهم عم الرخم فكر انسى بيسلم عليك حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. مفتاح يا باشا. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. خبيث برضه ما بتنساش اي حاجه يا حبيب قلبي. مفتاح هو واحد برضه، والله ربنا يكرمك. فين بقى؟ ايه ايه الشقه؟ شقه ايه؟ الشقه اللي لسه كده. خبيث برضه. خبيث يا صاحبي. بص ان هو برضه في الدور الثالث. هنا كده؟ اه في الدور الثالث. ماشي يا ليت. ماشي. ومحمد بقى تقول لها محدش هيقوله محمد حاجه. مالك طالع في عليك راجل يا نصاب؟ في ايه في ايه يا حرامي؟ حرام يا بتاع الثلاث ورقات. ثلاث ورقات ايه بس؟ بدخلني شقه مليانه ده عرض. عرض عشان اخش جوه يا مسيد. تعالى يا ابني يا جدعان. الراجل ده نصاب وحرق حاجه. يا مسيد يا مسيد العين يا مسيد. خلاص بل ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا بكم يا رجال؟ عايزين يا رجاله. أتريدون ضرب الرمز؟ انت عايزين تعوروه صديق اللي هو صاحبه السكس. يا جدعان ده عيل رخم، انا قلتها من الاول ومش عايز يجي معانا. بس بقول لك ايه، شربان انت شايف كده وش ماشي يا رونز. هذا زين صديق المخلص والوحيد. زين انا كان نفسي اشوفك من زمان قوي يا عم زين. تعرف اي حاجه عايزها هنا في شقه تاجير؟ بص يا رونز يا رونز تمهل. هذا زين ليس له اي علاقه بما تتحدث. اه صاحب بيت يعني وكده. يا جدعان قلت لكم ده عيل رخم، انا مش عايزه يجي هنا. بس بقول لك ايه، شربان انت شايف كده وش ماشي. بقول لك ايه يا رونز، ايه انت هتيجي معانا كده؟ ها هاجي معاكم كده واسرع بقى وما تضربش ولا تمسك. يا انا حبيتك قوي يا عم زين. حافظ على كلامك يا اسمه الرئيس زين. ما انا قلت زين. هو بيتكلم كده ليه يا ساكس؟ الرئيس اصله بيترجم له. بيترجم له؟ اه. طب بقول لكم ايه بقى، انا عايزكم معايا في مأموريه خاصه. ميشن معاك يا ريس. ميشن هتيجوا معايا؟ هتشرفوني؟ ترفعوا رقبتي؟ تقلقش يا ريس. ما تقلقش يا ريس زي الفل. مأموريه صعبه مش سهله حبيب قلبي. هيا بينا الى الجحيم. هيا بينا. فلنذهب الى الزحيم. يلا نروح للزحيم. Thank you.
يعني انت شايف كده؟ صدقيني يا امل ما ينفعش غير كده. نهدى شويه. بعدين يا ستي تعالي نجرب نبعد مره من غير خناق. مش يمكن لما نقعد ونفكر بهدوء نلاقي حل؟ انت عارف انا وافقت ليه؟ ليه؟ عشان الظروف الهباب اللي انت فيها انت واهلك. خليك جنب اختك. هي زمانها محتاجه لك دلوقتي. وتعلمه حاجه بقى. ابوك مرمط الواد طلبات. ده انا ابويا ما عملش ربع اللي هو عمله. والله امك اللي طالعه لي باختك السما على ايه ما اعرفش. امال ملوش لزوم تجيبي سيره اهلي وخصوصا جان. وبعدين يا امال انا مش قادر اتكلم. هو انا نطقت؟ يلا يا ابني ادم هات بوسه. اكلمكم كل يوم. ماشي يا امجد. بس عارف يا امجد لو انا اكتشفت ان انت بتوزعني من البيت علشان تهنكر هعمل فيك ايه؟ هنكر واوزعك ايه يا امال؟ يلا يلا يا امال. ماشي ماشي. ازيك يا انجي؟ مش كويسة يا سيف وعندي مشكلة كبيرة جدا. خير يا انجي في ايه؟ حبيت ماما مش عايزة تاكلي حاجة؟ صباح خير. صباح النور. أمال فين مراتك وآدم؟ السلطان عند أبوها. أنا عايزة أشوف آدم. حاضر شوية بس كده وأجيبه لك. خليك قاعد مع أختك، أنا هقوم أعمل لها حاجة تاكلها وأجي. ايه بقى؟ زعلانة؟ مش عارفة. مش مهم. فاكرة زمان لما زوغت من المدرسة؟ وأول ما بابا قفشني قعدت أكدب عليه. أصل بطني كانت وجعاني أوي يا بابا وجريت على البيت. عكسك خالص. لما ما رضيتيش تروحي المدرسة وقفتي وقلتيها أنا مش رايحة المدرسة النهاردة. كان عندك والله ما فاكر كان عندك ايه. المهم كان عندي عيد ميلاد هديل. المهم انك واجهتي بابا ما كذبتيش زيي. طول عمرك كده ناشفه. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ صح ها؟ جيف انت وادم احلى حاجه في حياتي. أنا أيقنت إن أنت حد غريب جدا، مفيش حد أبدا يعمل كده. إيه يا إنجي الكلام ده؟ مش فاهم يعني تقصدي إيه؟ لا يعني أنا أعرف إن اللي يتقرب لربنا ده أو يقرر إن هو يتدين يعتكف يصلي الفرض بفرضه يقعد يسمع دروس دين في الجامع، لكن أنت ما عملتش كده، أنت سبت كل الدنيا وبطلت تكلم كل الناس وقعدت قدام التلفزيون تتفرج على دروس دين وعلى الكمبيوتر، حتى الشغل ما رحتوش. على فكرة أنت خدت إجازة من حياتك، أنت ما خدتش قرار ولا حاجة. الموضوع مش محتاج قرارات يا انجي، دي حياتي وانا حبيبها كده. انت تضحك على نفسك؟ حياة ايه دي؟ الله، هو قرب لربنا ده مش حياة؟ قربك لربنا ده شكلي مش من جواك. اللي عايز يتقرب لربنا ده يقرب،
وحياته ماشيه برضو ما بتقفش، بالعكس ده حياته تمشي طبيعيه اكتر بس بالتزام. انت للاسف حاولت موضوع الدين ده لوسيله عشان تقرب بيها لمراتك، ومراتك عملت زيك كمان. وانت يعني كنت دخلتي جوه قلبي وشفتي فيه ايه؟ سيف انا لو ما اعرفكش ما كنتش رديت اقابلك النهارده، ده انت اول حاجه عملتها انك بطلت تكلمني وكان انا محور الشر. ده انا اللي قلت لك تروح مع فوزي وتسمع، بس انت اتصرفت بمنتهى العشوائيه. يا صاحبي انت اخترت اقصر طريق انك تزهق من الحياه المظبوطه اللي انت ماشي فيها. خلاص يا انجي خلاص، اقفل على الموضوع ده، مش عايز اتكلم فيه تاني. ما هو كفايه كلام في الموضوع ده، انت جيت ليه النهارده؟ جيت اتكلم معاكي. اتكلم معايا في ايه؟ جاي عشان ايه؟ عشان طبطب عليك ولا عشان ابارك لك؟ ابارك لك على الدقن ان شاء الله هتربيها، ولا على الحجاب اللي المدام اتحجبته، ولا على التلفزيون والكمبيوتر اللي قاعد تشجع فيهم عمرو خالد ومصطفى حسني 24 ساعه، ولا على انك بطلت تكلمني عشان انا اله الشر؟ راجل راجل حرام عليك بقى تقل ليه؟ انجي انا غلطان، انا جيت اساسا، انا همشي. لا تمشيش، عايزك في موضوع مهم قوي. تعالي يا جانا عادي وسطينا هنا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ كويسة. مالكم؟ في ايه؟ مفيش. احنا مفيش، المهم انتي. احنا كل اللي عايزينه منك بس انك ما تفكريش في اللي حصل خالص. لا لا انا تمام، انا تمام جدا على فكره. عارفين النهارده الواد امجد فكرني بحاجه انا كنت ناسيها خالص. ايه؟ فاكرين لما هربنا من المدرسه علشان نعمل عيد ميلاد هديل الصبح؟ ده كان يوم منيل ب60 ميله. كنت واخده جيبه تانيه معايا. لا يا حبيبتي كنت لابسه الجيبه القصيره تحت جيبه المدرسه، ولا انت هتستهبلي؟ مش احسن من اللي كانت برمى الجيبه بتاعتها من فوق علشان تقصر من تحت؟ يخرب بيت غلاسه ذاكرتك. لا والبت هديل، البت هديل جت قالت لي انا حاجزه في الديسكوتيك ده علشان بيفتح بالنهار، وانا مسيطره مسيطره اخر سيطره. وانا اقول لها يا بنتي يا بنتي ده مكان مشبوه، تقولي مشبوه ايه؟ مالكيش دعوه انت. لا واحنا داخلين متزوقين بقى وقعدنا نرقص ونهيص، واول ما جه النت في التورتايه البوكس دخل علينا بظهره. وانا كنت فاكره لو انت جاي احتفل معانا اتاري جاي وانا خرج بره. والبت دي اصرت تاخد التورتايه معاها. مسكت التورتايه والشمع مولع فيها قعدت تجري تجري. اللي يمشي وراها يروح في داهيه والله. ايه يا ساره ده؟ مش ده اليوم اللي انت اتكسر فيه رجليكي؟ ايوه هو ده اليوم، وخدنا التورته معانا العياده وطفينا الشمع وانا في الجبس. حشتني قوي يا هديل، ما تشوفيش وحش. انت كويس؟ انا جعانه. جعانه. تيجوا ناكل بره؟ تيجوا؟ يلا تعالي. ماشي بس على شرط ناكل على عربيه فول. انتي ما بتاكليش فول؟ مالك؟ باكل عادي. ناكل فول اوكي؟ ناكل فول. ناكل فول ماشي. بس فين بقى؟ عربية فول. فين فين؟ انهي عربية؟ ما العربيات كتير. انا هاكلك فول ما لا قدامي اهو هقراه. اوكي يلا باي. شفت الواتساب؟ ايه الوساخه والقذاره دي؟ مش ممكن يعني، ده انت كنت مراته. في ناس بتعمل كده؟ بس على فكره انجي انت لا وشك ولا صوتك باين في الفيلم. انجي هو عنده نسخ تانيه بوشي. طب انت اتاكدت ان هو حط الفيلم ده على الانترنت ولا لا؟ لا ما عملش ابلود للفيديو لسه. طب هتعمل ايه؟ لا حاجه، هو عايزني اعمل ريبورتاج عن نجاحاته وانجازاته على اساس يعني ان مش هو اللي انا اتكلمت عنه في المقاله اللي فاتت. طب خلاص اذا كان ده هيحل الموضوع اعملي كده. لا لا يمكن اعمل كده، لا يمكن ان انا اخليه يذللني بالقرف اللي معاه ده، لا يمكن احط رقبتي تحت دراعه. امال عايز تعملي ايه؟ مش عارفه اعمل ايه، بفكر. بفكر انت معايا برضو. هفكر بس على فكره الموضوع صعب جدا. انا مش مصدق ازاي واحد يعمل كده مع مراته ويصورها. بانهي منطق ده؟ حيوان، حته حيوان.
عندوش اي مانع ان هو يتاجر باي حاجه في الدنيا حتى لو شرف مراته، لكن مصاحب مرات انتيمه شريكه. بقولك ايه، تحب نروح بيته وندور على السي دي ده وناخده؟ مش هينفع، اكيد عامل نسخ كتير وحاططها في اماكن مختلفه. طب وايه الحل؟ مش عارفه يا سيف، مش عارفه ايه الحل، بس اكيد في حل. ادم بيأذن، هتتفرج عليه في التلفزيون بقى ولا هتقوم تصلي؟ لا هقوم اصلي. ادي الحاجات دي لابونا وخليه يحدد معاه ميعاد عشان نروح البيت ناخد عفش البنت. حاضر. تروح له تخليه يبعت اي فتله موجوده تخص جان، ولا بقول لك روح هات كل الحاجات انت بنفسك. حاضر يا بابا، هروح انا. حاضر. ابنك ومراتك فين؟ عند باباها. متخانقين كالمعتاد؟ عند باباها عادي يعني، مش لازم يكون في خناقه. هو ده العادي بتاعكم. بابا ابوس ايدك، انا على اخري. انا ماشي. وهو ذنبه ايه؟ بيتكلموا كده ليه؟ ذنبه ولا ما ذنبوش؟ ما هو منيل هو راخر. انا بس عملت ايه يا ربي علشان اتعاقب العقاب ده كله؟ معلش، هي كانت تجربه قاسيه علينا. بنتي اتذبحت قدامي وانا مش قادر اعمل لها اي حاجه وانا واقف مشلول. انا السبب في ان انا خليتها بقت انانيه. لا هي مش انانيه، هي كانت كتيره عليه. هو اللي عنده عقده نقص، ربنا ينتقم منه. ولو سمحت ما تكلمنيش بقى كده، لان انا كمان مش مستحمله. حاضر. طيب الفلفل الاخضر حامي تحفه. تحبي انت الفلفل؟ انا يا بنتي ما تاكلي، مالك قاعده كده ايه؟ لا انا ماليش نفس. الفول تحفه يا جان، لازم تدوقيه. مش عايزه، كله انتم. طب تحبي نتمشى شويه؟ لا خلاص، واكلكم وانا استناكم في العربيه، انا عايزه اروح انام. دي اتجننت، شكلها مش طبيعي خالص. لا طبعا طبيعي جدا، البنت مصدومه. وبعدين انت يا ايه، مش لازم خالص تتكلمي معاها في الموضوع ولا حتى تلمحي، واضح قوي انها مش عايزه تتكلم. يا بنتي انا عايزاها تزعق، تصوت، تصرخ، تعيط، تطلع اللي جواها. اللي هي فيه ده مش كويس. ايوه بس واضح انها مش عايزه تتكلم. ممكن نمشي عشان سايبينها لوحدها في العربيه؟ طب الفول كده كانت طالبه تاكل فول. فول حلو قوي. انا هروح لها حاسبه انتوا. ها؟ لا استني بس، عشان اصلا ما اظنش ان معايا. بصي انا معيش فلوس، حاسبه فلوس. ده ولاد اللذينه ده دول بخلة زباله، ده انا مش فاهمه، انا معيش فلوس اتضرب من الراجل بتاع الفول. طب يلا نتسحب. أول مرة أعملها. أمجد إزيك؟ مين؟ إزيك أنت؟ أنا الحمد لله. أختك عاملة إيه؟ تعرفتي؟ أيوه عرفت. منين؟ طمني بس عليها الأول وبعدين أقولك عرفت منين. هي كويسة يعني كده متماسكة. بصراحة الله يكون في عونها بجد. موقف صعب. موقف صعب قوي، انا مش قادره اتخيل انا لو كنت مكانها كنت ممكن اعمل ايه. الفكره يعني دين جان ما كانش بتحبه زي ما انت فاهمه، يعني عادي. هي الفكره مش ان هي تحبه ولا ما تحبوش، الفكره ان هي عروسه وكله باظ قدام الناس. انت بتعملي ايه عندنا؟ انا مستنيه بيتر، فاكره؟ بيتر مكرم. ايوه بيتر. ليه؟ هنحجز الكنيسه، هنتجوز. مبروك. الله يبارك فيك. بص انا مش هضحك عليك، هو الوحيد اللي ظروفه مناسبه لظروفي، يعني انا ارمله وهو لسه واخد بطلان، زي ما تقول كده متوافقين. هو بقى اللي قالك على موضوع جان؟
ايوه. وهو عارف منين؟ ما كانش موجود يوميها. الكنيسه كلها عرفت يا امجد. يعني ايه الكنيسه كلها عرفت؟ فيها ايه؟ هي جان عملت حاجه غلط يعني؟ طب انا عايز حد يفتح بقه هنا عليه. اهدى يا امجد اهدى، الناس ما وراهاش حاجه غير ان هي تتكلم. في ايه يا امجد؟ برضه ما حدش يجي بسيره اختي. خلاص يا سيدي انا اسفه. تمام، حصل خير. بيتر ازيك؟ ازيك؟ مبروك. الله يبارك فيك، انت كويس؟ جدا، انا كويس. طيب ربنا معاكم. معاكم، لازمكم. اتأخرت عليكي؟ شوية كتير. طب يلا بينا؟ يلا. ايه يا هبة، هتفضلي قاعدة مبوزة كده كتير؟ زعلانة عليها قوي. عادي يا هبة، ما انتي عارفة كل واحد بياخد نصيبه. أكيد. المهم احنا بقالنا فترة موقفين شغل، احنا ايه أخبار المصنع؟ عايزة أقعد مع بابا وأتكلم معاه، وأنا كده كده هعرفك عليه. ما هتعرفيني على بابا ليه يعني؟ عشان أقوله إنك هتدخل معايا في المصنع وبنسبة هتاخدها من الشغل. طيب و يعني ولو عوزت أتكلم معايا في حاجة تانية ملهاش أي دعوة بالشغل. بحب انا شكلي كده بحبك. افتحي يا ديل، بقول لك افتحي. مش فاتح، وروح نام في الاوضه الثانيه. انام في الاوضه الثانيه ليه؟ والله يا دي لفرجك. وريني يا سيف، نقلك ادخن حيطه بره واخبط دماغك فيها. ما تجننينيش، افتحي. اتجنن. طب والله يا هدين ما بقاش راجل لما كنت اتجوز عليكي. طب فكر تعملها كده يا سيف وانا هفجر فيك. طب هاتيلي فلوس من الدولاب. ها والله حد قالك عليا ان انا هبله كده؟ ماشي. الو، ايه يا محسن انت فين؟ انا جاي لك دلوقتي. سلام. محسن، محسن ده خطر ولا ايه؟